السلام عليكم متتبعي قناتي واتسافا. اليوم ان شاء الله جبت لكم كيفيه نتاع البغيوش اللي كيجي على شكل خليه نحل. غادي نحتاجو 300 غرام تاع الدقيق، زوج معالق كبار سكر، ملعقه كبيره حليب بودره، جوج معالق كبار تاع الزيت، وملعقه كبيره زبده، ملعقه كبيره خميره الحلوى، وملعقه كبيره خميره العجن، وخميره حمراء، ورشه ديال الملح. الان نمرو للكيفيه. اول حاجه غادي نخلطو كاع النواشف مع بعضياتهم، الدقيق والسكر اللي قلت لكم زوج معالق كبار، وكذلك الحليب البودره، ونضيفو خميره العجن، خميره الحلوى، ونديك الرشه نتاع الملح، وكنخلطوهم مع بعضياتهم. كنضيفو الزيت كما قلت لكم زوج معالق، كذلك كنضيفو الزيت، وكان يكون عندنا الماء دافئ هو اللي غادي نجمعو به العجينه. تبعوا معايا، هاد البريوش كيجي زوين، كيجي رطب. هاد الكميه تقريبا ما دير شويه، يعني ادي لكم واحد 7 ديال لي بريوش، محيس كيجيو لاصقين، كيجيو على شكل خليه النحل. وتبعوا معايا وغادي تشوفوا الطريقه. ملي جمعت العجينه بالماء دافي كما كتشوفوا عجينه لينه، غادي الان عاد نضيف ديك المعلقه نتاع الزبده، غادي نديرها في وسط العجينه وغادي نجمعها. صافي غادي ندلكها غير واحد زوج دلكات هكا صافي، وكنت كندخل فيها ديك الزبده مزيان. بعد ما عجنت كذلك الزبده دخلتها في العجينه صافي، غادي نخليوها الان تخمر حتى يتضاعف الحجم ديالها، تقريبا واحد 15 دقيقه على حساب الخميره والجو. من بعد 15 دقيقة العجينة ديالي ضعف الحجم ديالها، وجدت أنا قطعة نتاع الشكلاط والطاجين. بالنسبة للطاجين إلا درتو الدوبل نتاع هاد الكمية، يعني 600 غرام دقيق اللي تقدرو ديرو في الطاجين، أما أنا هنا غادي ندير غير صينية شوية صغيرة على الطاجين على حساب الكمية اللي راني دايرة. كناخد هكا كويرات كما كتشوفو، كندير فيها مرسوم نتاع الشكلاط، هداك الشكلاط اختياري، مبغيتوش ديروه مديروش، أنا كيعجبني فيها الشكلاط. كديروه وكتغلقو عليه وكتشكلو هكا كويره، وكديروها في وسط اللاطه اللي غادي ديروها، كتبداو بالوسط، والحبات الاخرين كدوروهم على جنب نتاع تكملوا الكميه اللي عندكم. انا كما قلت لكم غادي نوريكم مثال في الطاجين، اللي عنده كميه دوبل 600 غرام، اما اللي عنده غير كما درت انا 300 غرام كيدير في صينيه، كتخليو ما بين كل وحده ووحده كتخليو تقريبا واحد 1 سنتيمتر كما كتشوفوا معايا، باش من يضعف الحجم ديالها كيلصقوا في بعضياتهم. داك هو اللي كيعطينا شكل نتاع خليه النحل. انهم الان كما تشوفوا الكويرات ديالنا خمروا، هما تلصقوا مع بعضياتهم. كنوجد واحد البيضه باش ندهنهم شويه نتاع الجنجلان، ندهنوا كاع الجوانب ونرشهم بالجنجلان كما تشوفوا معايا، وصافي كندخلهم الفران سخون ونار متوسطه حتى كيطيبوا من التحت، وكنحمروهم من الفوق. ملي طاب البريوش ديالنا عطانا هاد اللون الزوين كما كتشوفوا، هاد الشكل كيجي عائل زعما، من تجربوه من الداخل ديالو كيجي رطب بزاف، كيجي بحال البونج كيجي رطب. ولا بغيتو ديروا له نتوما المنافع ولا باش تنكوه تقدروا ديروا، كيجي رائع. نتمنى تجربوه، ما تنساونيش في التعليقات واللايكات ديالكم والمشاركه في القناه، وشكرا لكم، الى اللقاء.